شارك الآلاف من أهالي محافظة السويداء وريافها في مظاهرات يوم الجمعة في ساحة الكرامة، والتي تصر بمطالبها على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد والانتقال السلمي للسلطة. تتواصل المظاهرات في السويداء جنوب سوريا لليوم 54 على التوالي بمشاركة فاعلة من كافة شرائح وفئات السكان، سيما من نساء المحافظة، وسط مطالبات برحيل الرئيس بشار الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254 وإطلاق سراح المعتقلين. ساحة الكرامة وسط السويداء أصبحت الوجهة الرئيسية للمحتجين للتعبير عن مآسيهم، حيث تتزايد أعداد المتظاهرين يوماً بعد آخر، وتصدح أصواتهم رافضة لسياسات التجويع والإهمال الرامية لكسر إرادتهم، كما أن هتافاتهم ما تزال ترفع سقفها ضد الحكومة من أجل الحرية لكافة أبناء الشعب السوري. على الجميع أن يساهموا كي يوصلوا صوت الأحرار في هذه البلاد، صوت الأطفال الذين يعانون، وصوت كل الأحرار. هذا لنا الحق الطبيعي بأن نعبر عن عناءنا وعن مآسينا في هذه البلاد. لا يحق لمن يخون. حراك يؤكد المتظاهرون على أنه السبيل الوحيد للحصول على مطالبهم بحياة كريمة تكافئ تضحيات أبناء المحافظة الذين قضوا في سبيل حرية بلادهم وكرامة شعبها. واليوم حراك السويداء يمثل كل أبناء وشرائح هذا الوطن بهذا التحرك العظيم الذي أعاد ألق الثورة السورية إلى هذا الوطن، ضد كل هذا الظلم وضد كل هذا الفساد وضد كل هذه المعاملات القاهرة للشعوب، وأن ما يجول من حولنا كله لقهر هذه الشعوب وللاستمرار في كبح جماح هذا الشعب المناضل، هذا الشعب الذي قدم التضحيات ليبقى وطنه متكامل، فإذا به مجزأ مباع إلى كل الاحتلالات الموجودة على الأرض. لم نقدم الأرواح ولا الشهداء لكي يباع الوطن ويكون مزارع لفلان وفلان. الوطن قدمنا له الأرواح ليبقى جامع لكل أطيافه، ليبقى صامد وجه الأعاصير، ليس لطغمي فاسدي باعت كل ما نملك من الثروات والأراضي. رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254 وإنهاء الاحتلال التركي ووقف التدخلات الخارجية هي أولويات يؤكدها المتظاهرون الذين يتوافدون يومياً إلى ساحة الكرامة وسط السويداء لبناء سوريا ديمقراطية. ينضم إلينا من فيينا بسام العيسمي، محامٍ وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا. أهلا بك أستاذ بسام. إذا احتجاجات السويداء السلمية مستمرة منذ تقريبا شهرين، ماذا حققت هذه الاحتجاجات؟ تحية لك ولقناتكم الكريمة والمشاهدين. أهلا بك. وأجمل تحية وأعطرها لحرائر وأحرار بلدي في ساحة الكرامة، في أرض العزة والكرامة، في سويداء القلب. نعم، تتواصل انتفاضة السويداء بزخمها واتساعها وسلميتها، وفي كل يوم وعلى مدار 55 اليوم الفائتة ينضم أعداد جديدة وتتوافد أعداد جديدة إلى ميادين الكرامة، وتنضم للانتفاضة المباركة من كل البلدات والمدن وقرى المحافظة. تنضم لهذا الزحف المقدس المطالب بالحرية والكرامة الذي يقابل الكره بالمحبة، ويتمسك بالسلمية بديلا عن العنف، ويطلب الحياة بديلا عن الموت، والتسامح بديلا عن الحقد. إنه بحق حراك حضاري رائع. وأما ماذا حقق يا سيدي، الثورات لا تنتهي إلا بتحقيق مطالبها. حراك السويداء
هو حراك يأتي في سياق الحراك السوري، الثورة السورية منذ عام 2011، وإن هدأت في هذه المنطقة أو ذاك فسوف تثور في منطقة أخرى. هي موجات تسونامي متلاحقة حتى إسقاط هذا النظام. بسام، يعني حراك السويداء، نعم. طيب، يعني أليس لافتا أن قوات الحكومة السورية أو أجهزتها الاستخباراتية لم تتحرك إلى الآن حول يعني لفض هذه الاحتجاجات؟ سيدي، حراك السويداء يعيد مشهدية الثورة لعام 2011، واللافت هو الحضور النسائي الكثيف والكبير وبأدوار قيادية راقية وحضارية وشعارات الحرية والعدالة والكرامة، يعني دون إغفال المطالب السياسية والقرار 2254. هذه الحضارية، هذه المشهدية الجديدة، لا يستطيع النظام أن يقول هناك متطرفون، هناك إسلاميون، هناك هناك هناك. حراك حضاري ولا أروع، أدهش العالم جميع. فلذلك يعني ليس لديه حجة لكي يتدخل ويقمع هذا الحراك. قال إنه التطرف انتهى وانتصر النظام في حربه على الإرهابيين. فإذا كيف يمكن وبأي يعني، لكن هو يتدخل يا سيدي غدار، هو إذا يستطيع يتدخل. الآن ليس يد النظام مبسوطة كما كانت قبل، إنه كان يحارب الإرهاب وأقنع العالم إنه يحارب الإرهاب. كان هناك تفويض دولي إذا صح التعبير لحرب النظام على السوريين، لكن ليس هناك من نظام عبر يعني عبر التاريخ استطاع أن ينتصر على شعبه حتى لو طالت أمد المواجهة. طيب اليوم لو تحدثنا عن المطالب، تطبيق القرار الدولي 2254، ما هي العوامل التي تساعد على إمكانية تطبيق هذا القرار؟ لأنه هناك البعض يقول أن هذا القرار يعني سيبقى قرار حبر على ورق وليس ولن يكون له تفعيل. سيدي، كما قلنا، السويداء أعادت مشهدية الحراك في أول الثورة النقي النظيف والحضاري، والذي استطاع النظام أن يشوهه وأن يبعده ويخرج الثورة من ساحاتها ويبدل شعاراتها. الآن هي فرصة لأن تعود الثورة بزخمها وبسلميتها وبحضاريتها. هذا النظام ليس كما العام 2011، هذا النظام من العام 2011 حتى الآن ارتكب كل الجرائم التي يمكن أن يتخيلها إنسان. هذا النظام أصبح هناك أطنان من الوثائق تدين إجرامه وهي موثقة. يعني جرب كل أنواع الموت، هو وكل القتل الذي استخدمهم من كل بلدان العالم لقتل السوريين بكل أنواع بكل الطرق، حتى أسماك البحار يعني أخذت قسطا من أجسادهم. فلذلك هذا النظام عبر كل هذه السنوات لن يستطيع أن يقدم شيء للسوريين. ولذلك حينما نقول لماذا تستمر انتفاضة السويداء وهي تتصاعد، والحقيقة خيبت آمال كل الذين كانوا يراهنون على انتهائها. لأنه هل من عاقل يستطيع، هل من عاقل يعني ولو يملك ذرة من مشروعية التفكير الصحيح والمنطقي أن يقتنع بهذا النظام أنه يقدم شيء، أن يقتنع بوعود هذا النظام؟ هذا النظام لا يقدم إلا القهر والفقر والجوع والتهجير للشعب السوري. في هذه النقطة، إذن ما الذي تنتظره محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة السورية حتى تخرج في هكذا احتجاجات سلمية على غرار السويداء؟ نعم، هذا هو المطلوب يا سيدي. الآن يعني الآن هي مشهدية الثورة هي المهمة، لأنه حينما قامت الثورة هي ثورة لكل السوريين. الثورة السورية ليست تحت أي مظلة طائفية أو دينية، هي ثورة الشعب السوري. جاء من يقول أنه يعني أن يحاول احتواء الثورة، وهي الثورة حق لنا وحكم سوريا حق لنا وإلى آخره من هذه المسائل. فكيف أصبح المشهد؟ فلذلك الآن أنا الآن أتصور كل السوريون اقتنعوا أن الفرقة ضعف، ما يجب أن يستفيدوا من الدروس، من دروس 11 سنة من 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 المعاناة، 11 سنة من السقوط الحر، 11 سنة من
يعني من الثقوب، يعني كم هذه الجرائم، كم هذا الألم، كم المعاناة اللي تحملوا السوريين. لذلك لابد العودة إلى سوريتنا، إلى الشراكة السورية، إلى والبعد عن مبدأ الاحتواء. الآن يجب على كل السوريين أن يجتمعوا على ساحة مشتركة، هي الساحة السورية، هي الهوية السورية. يجب أن نعيد تعريف الهوية السورية لتكون جامعة لكل السوريين، ومنها ننطلق لبناء سوريا حرة كريمة ديمقراطية لكل أبنائها، تقف على مسافة واحدة من الجميع. هذه هي الثورة. ولكن حينما قام بعض الأطراف، لأن لم يكن هناك هوية سورية واضحة وأرادت أن تحول الثورة إلى سلطة، يعني فحقها في السلطة، فلذلك الصراع السلطة غير الثورة. الثورة نحن نملك كل مقوماتها، ولا مهما كان النظام يملك من الأسلحة ويملك من القوة، فإذا تشكل بديله سيسقط ويرحل. ولكن حينما جرى تحييد، يعني جرى نقل الصراع إلى مسارات السلطة، يعني النزاع على السلطة، فالنظام كان أقدر في التمسك بالسلطة، يملك الثروة ويملك دولة معترف فيها ويملك الإمكانيات ويملك الجيش، لذلك انتصر النظام. الآن نريد تحويلها إلى ثورة. من طيب. يريد أن يستلم السلطة، يعني هي ليست ثورة، هي عبارة عن انتقال في جسد النظام في ظل الاستبداد، في ظل مساحة الاستبداد. فلذلك أنا أتصور أن كل السوريين أصبحوا مقتنعين أنه لابد أن يتغير هذا النظام، ليس فقط كسلطة، يتغير كفكر وكممارسة وكنظام وكقانون وكثقافة. هذه هي الثورة. طيب أستاذ بسام، بسؤال أخير، يعني اليوم ما يحدث من تصعيد عسكري ميداني في شمال غرب سوريا، كيف تستغل الحكومة السورية وكيف ينعكس على الاحتجاجات السلمية في السويداء؟ يا سيدي، هذا النظام أنا لا أتصور أنه بعد في ناس بتقتنع بهذا، يعني هذا التوهمات وهذا الخطاب التحشيدي ولا صوت يعلى على صوت المعركة وقضية فلسطين إلى سوريا أولا وثانيا وثالثا ورابعا، هاي أولا. اثنين، يعني تصور أنه إسرائيل عم تقصف وأخرجت له مطار دمشق وحلب، بيقول بده يرد، بدل ما يرد على إسرائيل بده يرد، قال على من، يعني على أتباع، على حلفاء إسرائيل، على أدوات إسرائيل. ما هو الأداة؟ ما هو الذي باع جولان؟ هذا النظام هو الذي باع جولان، هذا النظام هو الذي فرط بالأرض، هذا النظام هو الذي يحرص على وجود إسرائيل حتى يقول أنني، يعني حتى تبقى مسألة المؤامرة ومسألة التآمر الخارجي وأن ليقمع الناس. يعني ابن خاله قال مخلوف أنه أمن سوريا من أمن إسرائيل، هذا النظام قائم يعني على هذا الوضع الراهن. طيب يا سيدي، محادثات السلام حينما كانت تمت في أعقاب 73 وصلوا لأبو حير الطري واختلفوا على أمتار، قال حافظ أسد لن نريد سلاما وإنما نريد تسكين، يعني بدهم إسرائيل تظل موجودة، هم طيب. قائمين بفعل إسرائيل وبوجود إسرائيل كيفوا وضعه. طيب نعم. أشكرك جزيل الشكر من فيينا بسام العيسمي، محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا. مشاهدينا أشكركم على كرم وطيب المتابعة، إلى اللقاء.